فخاخ في السماء وخسائر على الأرض وعقود بلا جدوى تبرمها الخطوط الجوية العراقية مع شركات لم تقدم نفعا للعراقيين. الناقل الوطني والطائر الأخضر الذي تسيد سماء المنطقة لعقود خلت تحوم حوله اليوم قضايا فساد تهدد وجوده وتنذر بخسارة فادحة للعراق وشعبه. هيمنة الأحزاب المتنفذة على إدارة الناقل الوطني كبدت الشركة ديونا داخلية تقدر ب 128 مليون دولار أمريكي وفقا لتقرير نشرته هيئة النزاهة الحكومية نتيجة الإدارة الفاسدة والعشوائية التي أثرت سلبا على سمعة الخطوط الجوية العراقية، فضلا عن حظرها في دول الاتحاد الأوروبي لعدم التزامها بمعايير الجودة والسلامة. صفقات فساد جعلت من طائرات الناقل الوطني فخاخا مميتة تهدد حياة المسافرين بحسب ما جاء من شهادة طيارين يعملون على خطوط النقل الجوية، فضلا عن تعدد المناشئ والأحجام والطرازات التي تصل إلى 7 أنواع، ما أدى إلى حدوث مشاكل في إدارتها وصيانتها وتوقف 18 طائرة من أصل 35 بسبب سوء الإدارة والتخطيط. هسه الساعة 9:15 تقريبا وموعد الطائرة 9:15 على الخطوط الجوية العراقية لبغداد، صعدنا بالسيارة ورجعوا نزلونا قالوا الطائرة غير جاهزة وما نعرف شكو راح تكون الرحلة، يعني إلى متى تبقى حال الخطوط الجوية العراقية. تقرير هيئة النزاهة الذي صدر حديثا كشف بالأرقام حجم الخسائر الفادحة التي منيت بها الشركة نتيجة الفشل الذريع في إدارتها وطريقة إبرام العقود والترهل الوظيفي فيها بعدد موظفين يفوق 4000 موظف والذين يتجاوزون الحاجة الفعلية للشركة بأكثر من الضعف بحسب تقييم اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا. إيرادات أضحت بالكاد تسد رواتب الموظفين فيها وإهمال متعمد يتسبب بإيقاف طائرات عن العمل بسبب عطل محركاتها وعدم إجراء الصيانة الدورية في الوقت المناسب وتعطل منظومة الهبوط في بعض الطائرات، أعطال يصل مجموع المبالغ لصيانتها وفقا لتقرير النزاهة إلى 170 مليون دولار أمريكي في ظل حكومة ميليشياوية لا تفقه إلا لغة السرقات والتخريب، ما ينذر بضياع مستقبل الطائر الأخضر على يد الأحزاب وميليشياتها بعد عقود من الزمن أشاد بها القاصي والداني بكفاءة شركة الخطوط الجوية وعراقتها.